كريمة السيد الدكتور وزير الشيخ السعودي، وانا يعني الحقيقه مش محتاج دعوه، يعني دعوه بس انا بذكر انشغالاتي وكل الانشغالات اللي انا موجود فيه، انما طبعا يعني بعد وصول الجيد ده وما اقدرش اقول المملكه السعوديه لا، دي اول حاجه. ثاني حاجه تهندم الحقيقه ان انا ما جيتش، ان انا شفته حاجه يعني علميه متطوره، خيال، حاجات تطوير رائع، سواء في جناح الطاقة أو جناح البيئة أو جناح المارينز أو حتى جناح مصغر كده لليوم الجديدة. في الحقيقة أنا برفع يعني كل آيات الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية. وبعدين اللي عجبني كمان الشباب، صوت الراجل زي ما بيقولوا الشباب، الشباب الحلو الجميل، والمرأة السعودية اللي خدت بينا وراحت لنا كل هذا المكان، المرأة السعودية والشباب السعودي الجميل اللي كان مرافقنا طوال الزيارة، الزيارة كانت ساعة ونص على فكرة، ساعة ونص ده معناه تقول كل دوت. أنا سعيد وعرفت حاجات جميلة ومتطورة، وبعدين وسائل كمان الإيضاح ووسائل توصيل المعلومة دي مطلوب في الفترة ديت، ومطلوب إن إحنا يعني نبدأ وبالتعاون، وانا طلبت التعاون مع المملكه، طلبت ان احنا بنتعاون، وخاصه ان احنا مناخ واحد، بحر واحد، بحر احمر واحد، مارينز واحد في البحر، كل اللي موجود في السعوديه معظمه موجود عندنا في جنوب سيناء. طلبت ان احنا يبقى في تعاون ويبقى في يعني لقاءات متتاليه بيننا وبين الجانب السعودي، او على الاقل مع وزاره البيئه وزير البيئه السعودي، ثم مثلا امير طابوق ومحافظ جنوب سيناء، يبقى في لقاءات متعدده نقدر فيها يعني نتعاون، والتعاون مطلوب بين الاشقاء. جميعا في مبادره السعوديه الخضراء في المعرض المصاحب لاتفاقيه المناخ او اجتماعات الدول الاطراف لاتفاقيه المناخ 27 في شرم الشيخ. المعرض السعودي، مبادرة معرض السعودية الخضراء، يقام هذه السنة في شرم الشيخ في الشقيقة جمهورية مصر العربية. المعرض يحتوي على أربعة أقسام، قسم مرتبط بالاقتصاد الدائري الكربون، وقسم مرتبط بتنمية الحياة الفطرية واستدامتها، وقسم مرتبط بتنمية الوطن النباتي ومكافحة الصحر، والقسم الثالث بتعزيز الاستدامة. سعدنا اليوم بزيارات متعددة، وخلال المعرض زيارات متعددة من مسؤولين كثيرين من الجانب المصري الشقيق. اليوم سعدنا بزيارة سعادة محافظ جنوب سيناء لهذا المعرض، وسعيدين جدا بوجودنا بين اخواننا في مصر، ونتمنى من الجميع، جميع الزملاء سواء اشقائنا وايضا الزوار المشاركين في الكوب، انهم يزورونا في المعرض.